الاستخفاف في مثل هذه القضية خطأ قاتل. وإن لم تعقد الجلسة وظن البعض أن ممكن نطوي هالصفحة هذه حكم أن المجلس معانا في الجيب، القضية راح تنتقل قريبا للشارع. مع بلوغ عدد مؤيدي طارئتها 22، الحربش يقرع أجراس الخطر من الاستخفاف بقضية الإيداعات المليونية وعواقبها الوخيمة. في جديد وآخر تطورات القضية المليونية، ارتفع عدد النواب الموقعين على طلب عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة للمناقشة والتحقيق في القضية إلى 22 نائبا، بعد أن أدرج 5 نواب اليوم أسماءهم على الطلب. وفيما خيم الهدوء على الساحة البرلمانية، عقد النائب جمعان الحربش مؤتمرا صحفيا شدد خلاله على أهمية هذه القضية، داعيا الحكومة إلى عدم الاستخفاف وعدم التعاون في كشف حقائق الإيداعات المليونية. كما وجه الحربش دعوة أيضا إلى أعضاء المجلس للمسارعة وتأييد هذا الطلب، معتبرا أن الاستخفاف في هذه القضية أمر قاتل و سيودي بالحكومة. كما وصلنا وعلمنا أن في مجلس الوزراء الماضي بالأمس قال أن لا يملك أن يدق على الحسابات وأن البنوك لم تبلغ بأي مخالفة. في ذات الوقت اللي البنوك يجتمع بعض البنوك مجالس إداراتهم يقررون الإحالة للنيابة، ونفس المحافظ يشوف الأخبار في كل الصحافة يقول لم أبلغ بولا مخالفة. السيناريو الذي تدير الحكومة، محافظ يقول ما عندي صلاحيات، بنوك الآن يمارس عليها ضغوط قد لا تتخذ إجراء، وحكومة ونوابها يعطلون الجلسات. الاستخفاف في مثل هذه القضية خطأ قاتل. وإن لم تعقد الجلسة وظن البعض أن ممكن نطوي هالصفحة هذه بحكم أن المجلس معانا في الجيب، القضية راح تنتقل قريبا للشارع، وهي أخطر قضية وأسخن قضية في الحياة السياسية الكويتية، وستودي بالحكومة. دعوة أخيرة للنواب والكتل اللي ما وقعت على دور انعقاد الطارئ، هذه القضية يعني تتعلق بسمعة وشرف العمل البرلماني والدستوري الكويتي، بل وسمعة الشعب الكويتي التي تتلطخ الآن، أن يبادروا للتوقيع، لأن من يضع اسمه على الطلب سيسجل في التاريخ القريب قبل البعيد.